واش الخوت هانية بخير، كل شي مزيان. هانية الدعوة، كل شي مزيان. نتمنى ان شاء الله يكون كل شي بخير. المهم الشعب المغربي، الشعب الزوين، بغيت نوضح لكم واحد القضية. هي على حسابات الكورونا فيروس، راه ماشي شي حاجة اللي سهلة ولا شي حاجة اللي صافي يعني. والو ولا نستهزئو بها ولا نستهنو بها ولا شي يعني. المهم هنا اخويا انا راه عايش هنا في طاليان في تورينو، باش نوريكم الاحصائيات كيفاش كتوصل. راه كنعسو بالليل كنفيقو كنلقاو 3000 حالة زادت، 2000 حالة زادت، ما بين في 24 ساعة كنعسو كنفيقو كنلقاو 24 حالة. كيفاش دارو ليها ما نعرف. ملي جيت نفكر شنو لقيت، لقيت بان الطاليان برازهم مازال ما وصلوش ديك القضيه ديال نسد عليا في داري ونرتاح ونسن، عاد ولاو تيوصلوا ليها دابا. نحقاش كانت في الاول فاش بدات، في الاول بدات بديك 100 شويه، وصلت 200 شويه، 300 شويه، 500 شويه، 1000 شويه، كتوصل ل 11000، 10000، 17000. هذيك النهار شحال بشي يومين دابا كانت شي 17000 حاله. دازت ناس فقط، تندخل الانترنت تنقلب، تندخل الفيديوهات تنقلب، تلقى تزادت 2000 حالة ووصلات ما كانت 15000 شوية ولا 17000. هادشي الغد ليه، غد ليه عاوتاني النهار اللي من بعده وصلات 21000. دابا وصلت شي 24000 ولا كشر، قاعد تقدر توصل 30000 دابا ما قلبتش. المهم هو دابا مازال هنا في الطاليان راه عندهم احسن نظام صحي في العالم ولا في اوروبا كاع، ما نهضرش في العالم، راه الطاليان احسن من الامريكان بألف مرة في النظام الصحي. لان في امريكان كتخلص، انا في طاليان ما كتخلص سريع، تدخل الدواء بلا ما تخلص بلا والو. احسن نظام صحي في طاليان كاين، ومازال ما قدروش يحبسوا هاد كورونا فيروس، مازال ما قدروش. صيفطوا الشين وصيفطوا واحد واحد سكوادرا ايكيب ديالهم من الشين وجات هنا لطاليان باش تعاونوا ديروا داك الشيء، وجابت لهم طون ولا شحال من طون ديال الدوايات سميتو التعقيمات وداك الشيء باش يحاولوا يسدوا يحبسوا هذا الفيروس. وما حبش غادي كيتزاد، لان دابا اش كيطرا، راه غير طلع في الطوبيس بعض المرات كتشد في شي حديده وما تردش بال تقيس وجهك، هو داز لك الفيروس. راه غير تكون واقف حدا شي واحد يعطس توصل لك انت الفيروس، يوصلك بالزربه، يقدر يدخل لك من نيفك، من عينك، من فمك، من ودنيك، من شي بلاصه اخرى ما عارف على حسب. المهم هو دابا بنادم ولا كله كيدخل، ولا بنادم كيدير كمامه و تيخرج، يقول لا راه ما غيوصلناش الفيروس، و راه بكمامه ولا بلا كمامه غيوصلك. شنو هو الحل؟ هو انك تستقر، دير الحجر الصحي كيتسمى، الحجر الصحي، الحجر الصحي، تريح في داركم، ما تخرجش. المغرب ما تخرجوش يا عباد الله، واه عباد الله ما تخرجوش. وراه المغرب راه ما فيه لا نظام صحي لا نظام تديل حتى لعبه، راه غيجي راه الله يحفظ. لا جال المغرب راه الله يحفظ، راه ما كاين لا سبيطارات، ما كاين لا دوايات، ما كاين لا اطباء زينين. راك نتوما كتشوف كلشي، السبيطار ديال المخزن كتجي كتلقى العيالات بعدا شحال هادي تيولدوا في الزليج في الدس في الرخام، تيولدوا تاع يجيو يفرشوا لك. انت الطليان راه عياو، الطليان راه ولاو تيقولوا الناس جلسوا في ديوركم حنا نجيو نداويوكم. راه السبيطارات عمرو عندنا شحال، راه اكثر من 20000 حاله اللي واصله ليه دابا. جلسوا في ديوركم، ما تبقاوش تخرجوا، ما تساهنوش، ما تضحكوش بهذا هذا المرض هذا، راه ماشي شي حاجه اللي سهله. المشكله هي ان بنادم هذا الفيروس هذا اش كيدير، كيضرب الجهاز التنفسي، بنادم ما كيبقاش يريسبيري مزيان، تيولي تخنق، الاكسجين الكافي ما تيدخلش للجسم، الجسم ما كياخذش داك الاكسجين الكافي ديالو. تدو بحال شي واحد زواك من ظهرك تضحك مع شي صاحبك كيضربك الدار، كتزوى من الدار، كتقعد تقطع لك النفس، راه بحال شي طرا لهم. ما كتبقاش تريسبيري مزيان، كتولي تكحب نيفك، تيولي يسيل، تولي حالتك حاله، تيقولوا لك اجلس في داركم. اللي مريض كيعطيوه النوميرو فيردي كيتسمى الرقم الاخضر، عيط قول لهم راني مريض، تيجيو تيديروا لك الاناليز، يديروا لك التحاليل ديال الدفال، تياخذوا الدفال شويه وكيديروا لها الاناليز ديالها، تيلقاو واش فيك ولا ما فيكش، هي فيك البرد ولا في كورونا، او في كورونا تيقول جلس في داركم. هانتونا خوتي يقول لك جلس في داركم، انا نجي شان عندكم ونداويكم، اجلسوا في ديوركم. تيجي يصيفطوا لك واحد جوج فرام ليا، تيتكلفوا بك في الدار، وكيجيو كل كيبقاو يجيو عندك يوميا، تيشوفوا الحاله ديالك الصحيه كتزاد. هو تيقول لك بان نسبه الوفيات كتكون قليله على نسبه ديال
ماشي الخدمة، انا راه تعطل على الخدمة، على النسبة ديال نسبة الوفيات قليلة وطايحة، على النسبة ديال الناس اللي كيتشافوا، والناس اللي كيتشافوا نسبة الشفاء ديال الناس كتكون طالعة شوية. ولكن راه جاب بنادم، كتلقى بنادم جا تيضرب الحشيش كاع الرو تيتكيف يشرب كثير كلشي، جا المناعة تخربات عنده شحال هادي، جا وهلك ريتو على شكون، شكون اللي تنفس؟ راه الريه اللي كتنفس. جا بنادم هلك ريتو بالكارو وبالحشيش، هو ملي غتجي كورونا اش غدير؟ ما تفوش معاك 5 دقائق غتصيفطك، والله يحفظ. جلسوا في دياركم تبتوا هذيك خيطي بيطي، مابقاش نبقى نخرج غير لها عندي شي حاجه. انا راه وصلت الطاليان، دابا الطاليان يقدروا يتابعوا قضائيا، نلقاوك خارج ما عندكش واحد الورقه. انا دابا هزه معايا في كورطاب هنا تنمشي نخدم الخدمه، عيطوا لينا ديك النهار عطاونا واحد الورقه قالوا لينا هذه ديوها معاكم باش الا حبسوكم البوليس ولا حبسوكم الجدارميه ولا حبسوكم الفينانس البوليس الماليه وداكشي ديال الوزاره، لا حبسوكم حيت القضيه مابقاش ساهله، مابقاش فيها الضحك ولا اللعب. عطيوها ليهم غيقراوها غيعرفوك راك غادي خدام غيخليوك، لا ما كان عندك والو راه غيديوك، ولا تخلص خطيه راك تصرف هنا 300 اورو 350 اورو. هادي الا داروا معاك زوين، هي راه نورمالمون فيها تابعوا قضائيا، تبتوا في دياركم راه القضية ماشي سهلة. انا راه غادي وحدي راسي، غادي بوحدي تنخلي لي سباس، فهمتوا؟ ما كان حتى واحد خارج، قليل اللي كتلقاه، اللي غادي يخرج كلبه ولا اللي غادي يخدم ولا اللي غادي يتقضى. والناس اللي كيمشيو يتقضى ديما كيعمروا واحد السمارة، دابا تيشدوا السمارة تيعمروها هنايا خارج نتقضى. اش من عمالة، كنت في عمالة ديال طورينو كنكتب طورينو، كنت في عمالة ديال كولينيو كنكتب كولينيو، كنت في عمالة ديال سيدي يحيى كنكتب سيدي يحيى، وكنمشي نتقضى نهز القضية ديالي ورجع فحال للدار باش كيعرفوك شنو هز. ريحوا في ديوركم، تبتوا في ديوركم المغاربة، راه والله ما تنفع معاكم شي حاجة، راه الطبيب راه والو، راه غيموتوا المغاربة كاملين. هذيك 30 مليون لا جات كورونا غديها كاملة، الا الناس اللي لاباس عليهم هذوك راه يهز طيارته وغيزيد يشد دواء في امريكان ولا في الشين. تبتوا في دياركم، تبتوا في دياركم وريحوا، واللي دار الله هي اللي غتكون، ولكن الواحد ياخذ الوقايه ديالو، الواحد يرتاح وياخذ الوقايه ديالو، الوقايه خير من العلاج. ما نتسناش انا المرض حتى يجيني عاد نبقى نقلب انايا على الدواء، راه ما عندوش الدواء هذا باقي حتى الان، ما لقاوش له حتى عقيم لا اونتي فيروس لا والو. ريحوا في دياركم، تبتوا الله يرحم باكم، تبتوا.